بالنسبة لي الفقرة دي فقرة مهمة جدا وخلينا نقول ان هي بداية لقاءاتنا النهاردة. بس عايز اقول لكم حاجة، يعني معلومة مهمة قوي. احنا الفترة اللي فاتت بنتكلم عن بالواقع نتحدث ومسكين السلوجان ده او مسكين الهاشتاج ده، احنا مفيش شركة عقارات بتنزل معانا غير لما بتكون بانية، غير لما بتكون شغالة على ارض الواقع، غير لما بيكون عندها مشروع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. النهاردة شركة كونتاكت النهاردة اللي موجودة معايا هي عندها خمس مشروعات على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة. مشروع الدولة، مشروع عمر مصر كله، مشروع قوة مصر الفترة اللي فاتت وقوة مصر الفترة اللي جاية إن شاء الله. كونتاكت خمس مشروعات، أقل مشروع تنفيذاً فيه على أرض الواقع 25%، ده أقل مشروع. واصلين لـ 80% تنفيذ على أرض الواقع. منورنا يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك وبشكرك على الاستضافة الجميلة وبشكر فريق البرنامج المحترم. منورنا باشمهندس أحمد فكري، أو دكتور أحمد فكري. هو باشمهندس ودكتور وفي نفس الوقت كمان عنده ما شاء الله قوة من التسويق عالمية بصراحة، ما شاء الله عليك. الحمد لله. الأول احكي لنا عن شركة كونتاكت للمشاهد الخاص بتاعنا. الحقيقة احنا كونتاكت ابتدينا من أكتر من 12 سنة تطوير في المدن الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية. قدمنا منتجات مميزة في العديد من المدن الجديدة سواء في شرق القاهرة أو غرب القاهرة. وكنا حريصين دايما أن منتجاتنا تنال رضا العملاء وتوفر لهم فرص استثمارية ضخمة. كويس جدا. طيب ابتدينا بقى نتحرك على العاصمة الإدارية أمتى؟ على مدار الـ 12 سنة الحقيقة زي ما بقول لحضرتك قدمنا منتجات متنوعة. وكان عندنا نقلة أساسية في 2020 بقرار التطوير في العاصمة الإدارية. خلاص قراراتوا تخشوا سنة 2020 بالضبط. والحقيقة قرار الدخول في العاصمة الإدارية كان مبني على محورين أساسيين. أول حاجة هي قناعتنا الكاملة بفرص الاستثمار اللي موجودة في العاصمة، سواء للشركة أو للمستثمرين الموجودين معانا أو للسادة العملاء. الحقيقة النقطة الثانية أو المحور الثاني هي كانت رغبتنا الأكيدة في المساهمة في العاصمة الإدارية كمشروع قومي ونبقى جزء من رؤية القيادة السياسية في خلق المجتمع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الضخم اللي هو العاصمة الإدارية، واللي حقيقة اللي هو قاطرة التنمية في مصر وقاطرة الاستثمار العقاري لسنوات عديدة. فبالتالي كان قرار مننا بالدخول في العاصمة في 2020، وقدمنا أول مشروعاتنا ميركري مول في منطقة الداون تاون مكون من أرضي وعشر أدوار. ده كان أول مشروع سنة 2020، أول مشروع طرحناه في الداون تاون بالضبط. تمام. الحقيقة في 21 يمكن احنا عندنا اسكاديول ثابت في الشركة وسياسة ثابتة في طرح المشروعات. يمكن عندنا كل سنة تقريبا في مشروع بنقدمه، كل سنة في كل مشروع في ميجا بروجكت بيتقدم بجانب طبعا المشروعات الصغيرة اللي في المدن الجديدة. كويس جدا. في 21 كان عندنا موعد مع مشروع ضخم جدا وهو برج إداري تجاري مكون من أرضي و 30 دور. كويس جدا. في منطقة مميزة جدا، منطقة السي بي جي، وهو الحقيقة المشروع هو اللوكيشن هو الأميز في المنطقة. يمكن عنده فيو مباشر على الأيكونيك تاور. الحقيقة برضو المشروع ده كان من ضمن المزايا الكبيرة اللي موجودة فيه هو توفير فرص استثمارية ضخمة. العملاء الحمد لله اللي اشتروا معانا في المراحل الأولى من المشروع حققوا عوائد استثمارية النهاردة تتعدى 300%. حقيقي العقار عمره ما بيخسر، عمره ما بيخسر. صحيح ده حقيقي. ولكن تميز الموقع، تبني استراتيجيات تسعيرية وبيعية محترمة بتزود العائد الاستثماري للعميل، وده اللي بيميز الشركة عن الأخرى. كويس. يمكن طبعا أي حد استثمر في العقار فعنده عوائد استثمارية ضخمة. العوائد الاستثمارية دي متفاوتة من شركة لشركة، من منطقة لمنطقة. القيمة اللي بتقدمها الشركة النهاردة للعميل هي ازاي نعظم الاستثمار بتاعه، ازاي نعظم العوائد بتاعته. النهارده في ناس كسبت في العقار 200% 300% 400% ولسه هتكسب. النسب بتتفاوت بناء على المديولة اللي بتقدمها الشركة المطورة، الجهد اللي هم بذلوه في التصميمات، الجهد اللي بذلوه في الفكر البيعي، الفكر التسويقي اللي طرحوه، السياسات المالية والتسويقية والتسعيرية اللي قدموها للعملاء. طيب المشروع الثالث، المشروع الثالث الحقيقة وهو كانت محطة، ده كان 2022 بقى 2022 احنا حضرتك سنة سنة بالظبط كده. في 2022 قدمنا مشروع تجاري بالكامل
مشروع على في منطقة التنزه والتسوق، مشروع قاي مول. والحقيقة هو قدمنا فيه كونسبت مختلف، يمكن المنطقة كلها مكونة من تجاري كامل، هو تجاري بالكامل، يمكن المنطقة كلها مكونة من أرضي وخمس أدوار، إحنا قدمنا كونسبت مختلف. قدمنا عملنا وزعنا عدنا توزيع النسب البنائية اللي موجودة بالتعاون الحقيقة مع الاستشاريين المحترمين اللي صمموا المشروع، بحيث ان احنا قدمنا المشروع ارضي واربع ادوار، وخلقنا اكبر فود كورت موجود في المنطقه على مساحه حوالي 2800 متر ما شاء الله. بالتالي قدمنا ميزه مختلفه، قدمنا ديزاين مختلف عن كل المشاريع الموجوده. شلت دور اصلا عشان تعمل فود كورت مختلف. بالظبط كده، كويس جدا. فقعدنا توزيع النسب البنائيه الموجوده في المشروع عشان نحصل على هذه الميزه. بالتالي هو يمثل اكبر وجه في القطعتين، هم الحقيقه كانوا قطعتين وعملنا لهم قرار ضم، فبالتالي ادونا اكبر واجهه موجوده في المنطقه، ادونا مزايا مش موجوده في كل يعني التوزيع اللي قعدناه في البيلت اب اريا، قعد لنا او ادانا ميزه ان احنا المشروع الاميز في المنطقه. كويس جدا. الحقيقه بعد كده في 23 قدمنا المشروع الاضخم اللي تم طرحه في العاصمه الاداريه بالنسبه لشركه كونتاكت، وهو ايفال تاورز. ده قد ايه بقى؟ ايفال تاورز مبني على مساحه ارض 9000 متر، والحقيقه انا وهنتكلم على ارقام الارض وعدد الادوار والمساحات البنائيه هو مميز بكل تفاصيله. يعني هو ما كانش الاضخم بتاع سنه 2021 اللي هو كان ارضي اللي هو كده، مش اضخم؟ لا مش اضخم، انا قلت يمكن هو الاميز يعني. من الاميز، الأميز لسه في اضخم كمان يعني عن 23 بس عشان انا هجمع لحضرتك في الاخر. الحقيقه احنا دايما بنحتار ما بين مشاريعنا، يعني نقدر نقول انهي الاميز بالنسبه لنا، انهي الاميز بالنسبه للعمير، انهي الاكثر عوائد للاستثمار، دايما بنبقى في حيره من امرنا. بس كده موضوع مشروع 2021 ده كده ما طلعش الاضخم اصلا يعني؟ لا لا مش اضخم يعني. طب 2023 في اضخم منه كمان؟ خد بال حضرتك احنا كل خطوه لازم تبقى مدروسه، ولازم تبقى بتقدم قيمه جديده للشركه وللعملاء. كويس جدا. احنا يمكن مشاريعنا مختلفه كلها. طب قول لي مميزات 2023 بقى. 23 الحقيقه هو مبني على ارض 9000 متر، مكون من ارضي و18 دور. قدمنا كونسبت جديد ان احنا يمكن هو المشروع الوحيد عندنا تو تاورز منهم تاور بالكامل فندقي. اثنين جنب بعض؟ اثنين جنب بعض، منهم واحد اداري تجاري وواحد تاني فندق بالكامل. كويس جدا. طيب انا النهارده ليه النهارده خصصت ده فندق بالكامل؟ عشان اللوكيشن. وهو اللوكيشن الاميز في محور بن زايد الجنوبي. لو حضرتك داخل من بوابه العاصمه الاداريه فهو المشروع الاول اللي بيقابل حضرتك. اول بعد البوابه على طول، بعد البوابه اول طور هيقابل حضرتك بعد البوابات، يعني اول ما بخش بلاقي حضرتك الحقيقه. بالظبط. فالنهارده هيبقى لاند مارك لبن زايد الجنوبي، اول مشروع طور حضرتك هتقابله في مدخل العاصمه الاداريه هو مشروع ايفال تاور. ايفال تاور، ايفال تاور ده بتاع سنه 2023. 2023 وفكره ان احنا كنا حريصين ان احنا نعمل فندق بالكامل، يمكن بعض المطورين كان عندهم اجتهادات كبيره في ملف الفندقي، ولكن اللي هو في بعض الناس حتى لو بنتكلم على البرج الايقوني اعتقد ان هو يبقى فيه جزء منه فندق، انما فكره فندق بالكامل بانترنس منفصل ما فيش كتير. بالظبط. بجانب كمان ان هو عنده ميزه الفندق، هيبقى عنده مساحه خدميه 5000 متر. خلاص انت بقيت واحد العاصمه الاداريه. بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط. طيب المشروع 2024؟ 24 كان عندنا الحقيقه نقله نوعيه جديده، وهي قرار الاستثمار في غرب القاهره بميجا بروجكت. يمكن احنا كان عندنا تجارب سابقه في مدينه الشيخ زايد ومدينه السادس من اكتوبر كسكيل اقل شويه. ده اول مشروع كومباوند بنقدمه في الشيخ زايد. الحمد لله يمكن كان اللونش بتاعه من حوالي اسبوعين ان شاء الله، وكنا يعني فخورين جدا بالنجاح اللي حققناه في اللونش. يعني يمكن المرحلة الأولى كانت سولد أوت بالكامل، واضطرينا الحقيقة في أسبوعين؟ في أسبوعين، واضطرينا إن احنا نفتح المرحلة الثانية. أمسك الخشب يا باشمهندس. إن شاء الله. فالحمد لله كانت بداية موفقة لينا. هي الشيخ زايد فيها جزء بقى محترم قوي. حقيقي طبعا، وهي يعني منطقة مميزة جدا لو احنا بنتكلم، هي الأميز في غرب القاهرة، فاحنا الحمد لله عندنا استثمارات موجودة في شرق القاهرة في المناطق الأميز في القاهرة الجديدة، وطبعا امتداد العمراني في العاصمة الإدارية. والحقيقة المنطقة الأميز في شرق في غرب القاهرة الشيخ زايد كان عندنا أول مشروع ميجا بروجكت أباف كوميونيتي، والحمد لله حققنا
زي ما بقول لحضرتك مبيعات محترمه برضو تجاري وطبي واداري مول ولا لا ريزيدنشال فن سكن. سكن سكني بالكامل كومباوند سكني سكني بالكامل وفيلات فقط على مساحه قد ايه؟ على مساحه 10 فدان ما شاء الله. الحقيقه في برايفسي عاليه جدا. يمكن شريك استراتيجي معانا في البروجكت المهندس طلعت السويدي ما شاء الله كويس جدا. فبالتالي الحمد لله قدرنا ان احنا نقدم منتج يافي بطموحنا في ان احنا نقدم اول مشروع لينا ويبقى زي ما بنقول كده هو ده النموذج اللي احنا هنكمل عليه بقيه مشاريعنا في الشيخ زايد او في الجزء الكومباوند السكنيه. ما شاء الله بالتوفيق. طيب سؤالي بقى احنا عندنا يعني ثلاث اسئله ورا بعض بس السؤال الاولاني انا عايز اعرف قوه شركه كونتاكت الماليه انا العباءه الماليه او الملاءه الماليه بالنسبه للمشاهد بتاعي. المشاهد بتاعي بيشوف وشايف دلوقتي او الحمد لله احنا يعني مصداقيتنا مع المشاهدين بتاع الخاصين بينا دي نقطه مهمه جدا عندنا. اكيد طبعا. عايزين نعرف كونتاكت واصله لفين في الملاءه الماليه وهي شغاله ازاي وماشيه بسيستم ازاي. طيب خليني يعني خلينا نتفق ان الملاءه الماليه هي شيء مهم جدا للشركات التطوير العقاري صح. ولكن هو اداره هذه الملاءه هو الاهم. شركات كتير جدا بتخش او بتدخل باندفاع في بعض المشاريع وبتضخ استثمارات ضخمه جدا ولكن ما كانش بيبقى عندها الاداره الحكيمه للتشغيل كويس. فبالتالي اداره الموارد هي الاهم. وجود الموارد ممكن يبقى شيء مهم. الاهم منه هو اداره هذه الموارد. واحنا في كونتاكت بفضل الله عندنا اداره رشيده جدا لمواردنا كويس. وده اتضح الحمد لله معانا في نسب الانجاز اللي موجوده في مشاريعنا. اجمالي مشاريعكم كام؟ واصلين لكام مبيعات؟ ينفع اتكلم يعني فيها ولا لا؟ ينفع طبعا نتكلم ولكن هو طبعا اللي حاضر في ذهني النهارده هي مبيعات العام يعني يعني المبيعات التاريخيه للشركه ده يبقى صعب لا جداً. العام العام انا عايز العام. يعني احنا النهارده حققنا مبيعات في 24 تتخطى ال 2 مليار جنيه. الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون فيها اكيد فيها تطور في الجزء الخاص بالعاصمه الاداريه واكيد احنا كبرنامج عقار مصر هنكون يعني هنكون مشاركين حتى ولو بجزء بسيط من 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 التسويق الخاص. زي ما قلت سعادتك هو ده مشروع الدوله. فبالتالي البرامج العقاريه و من ضمنها البرنامج المحترم بتاع حضرتك ألف شكر. وجميع البرامج العقارية جميع المطورين جميع الوكلاء اللي شغالين في المجال هو ده مشروعنا كلنا ونجاحه هو يعني نجاح لنا جميعا. أنا قبل ما انهي الفقرة الخاصة بحضرتك وبجد نورتنا النهاردة آخر جملة محتاج من حضرتك تقولها للمشتري الخاص بيك. آخر جملة بقولها للمشتري أو المرتقب أو العملاء حتى اللي موجودين معنا السابقين أنا بطمن حضراتكم على استثماراتكم اللي موجودة في كونتاكت. الحمد لله قادرين إن احنا نحافظ على القيمة اللي موجودة في كل مشروعاتنا واللي هي متنوعة زي ما يعني ما شرحنا قبل كده. قادرين الحمد لله إن احنا نفي بالتزاماتنا وعهدكم بينا ده يعني احنا الحمد لله مشاريعنا السابقة اللي قدرنا إن احنا نسلمها بتشهد بذلك. بنوعد العملاء في المشاريع الحاليه اللي جاري تنفيذها بالتزام بمواعيد التسليم واعلى معايير الجوده ان شاء الله. وبنوعد العملاء المرتقبين ان شاء الله بمفاجآت. يمكن احنا عندنا خطه زي ما تفضلت حضرتك احنا عندنا كل سنه مشروع. لا مش بس كده لا احنا عندنا خطه في تنوع المشاريع. يمكن احنا في 23 اعلنا خطه شامله لتقديم منتجات ومشاريع سكنيه وسياحيه كان اولها مشروع اباف كوميونيتي والحمد لله لقى نجاح كبير جدا بالتوفيق. بنوعدهم بالمزيد من المشاريع المميزه واللي ان شاء الله تحقق لهم اعلى عوائد استثماريه ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا لك جدا. طبعا بشكركم اعزائي المشاهدين دكتور احمد فكري رئيس مجلس اداره شركه كونتاكت اتكلم بكل تفاصيل شركه كونتاكت اتكلم بالملاءه الماليه القوه اللي موجوده على ارض الواقع بانين زي ما قلت لكم من اول الفقره باينين اقل مشروع عليهم 25% ماشيين بخطوات ثابته على ارض الواقع وده بالنسبه لي اهم نقطه كبرنامج عقار مصر. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بقيه فقراتنا.